كابتن طارق هيختار لنا تشكيل الموسم يا كابتن احمد بعد اذنك، مش عايز كده تختار تشكيل الموسم عشان محدش يزعل انت منك. كابتن طارق هيختار لنا تشكيل الموسم وانت هتساعد معاه. تمام. يعني هتقول له هو ما تنساش الكلمتين دول. ايوه كابتن بقى عشان يعني ايه طيب هي بس هنا حراسه المرمى الشناوي وعواد وصبحي ومحمود جاد وبسام، انا هحط معاهم ابو السعود. لا ما انا في نقطه، لحظه واحده، هي دي بس ورقه ريفرنس بس حضرتك تفتكر بيها الاسماء. تمام. حضرتك دلوقتي بص هنا وهحط معاهم بعد اذنك هتختار التشكيله، هتختار لنا 11 لاعب حارس وتشكيله. تمام. فانت هتختار حارس من دول يا اما حارس من براهم. تمام وهكذا. تمام. يعني مين؟ تمام. حارس عواد، محمد عواد. محمد عواد اول حاجه. هنلعب خطه ايه؟ لا انا ماليش في انا الراجل بتاع حراس مرمى. انا حلوه قوي ما انا هختار تشكيل برضو، ممكن يطلع بقى 4 2 3 1. انا ماشي. هختار تشكيل. طب نختار اثنين مدافعين. اثنين مدافعين الونش. الونش و وهختار الونش واختار ياسر ابراهيم. وياسر ابراهيم. ماشي. الونش وياسر ابراهيم. هتلاعب مين باك رايت على اليمين؟ معلش في الباك رايت زي الايمن. انا هحط عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد ماشي. زي الايسر جوناثان. جوناثان نجويم. حلو. اتنين في النص طبعا امام عاشور وده توري بتاع بيراميدز. طبعا توري. امام عاشور وتوري. مش مختلف في حاجه في اللي بيقول. لا انت تمام. ماشي. يبقى بلاد توري وامام عاشور في نص الملعب. وبعد كده نختار صانع العاب. مين صانع العاب؟ طبعا عبد الله السعيد ومحمد. ماشي عبد الله السعيد ومحمد ضروري عامل موسم كويس قوي برضه، بس انا طبعا عبد الله السعيد. يعني عبد الله السعيد طبعا. ماشي. يبقى عبد الله السعيد 10. جناح ايمن احمد سيد زيزو. طبعا احمد سيد زيزو. جناح ايسر طبعا احمد رفعت. طبعا 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 في طبعا بن شرقي. بن شرقي طبعا، بس انا برضو احمد رفعت عامل موسم هايل. صحيح. هايل يعني. يبقى احمد رفعت. فهنا يعني معلش هيبقى فيها ظلم شويه، انا ممكن اختار يعني ما اعرفش بقى يعني. خلاص نختار رفعت. خلاص نزل رفعت. وقلت انت اشرف بن شرقي برضو. ماشي. مين مهاجم؟ مهاجم واحد بقى. عندنا الجزيري وعندنا احمد عاطف وجون ايبوكا وشادي حسين ومروان حمدي. انا هختار سيف الجزيري. سيف الجزيري. سيف الجزيري. حلو. التشكيله اهي، تشكيل كابتن طارق سليمان، محمد عواد في حراسه المرمى، عمر كمال عبد الواحد، الونش، ياسر ابراهيم، جوناثان، بلاتوري، وامام عاشور، زيزو، واحمد رفعت، وعبد الله السعيد، وسيف الجزيري. طب ما دي تشكيله تاخد بيها الدوله. او تشكيله تاخد بيها الدوله. بس خد بالك برضو عشان يعني انا شايف بن شرقي طبعا. بن شرقي طبعا عامل يعني موسم عظيم. وبرضو رصاصات الحربه اللي محطوطين هنا بالامانه، اللي حاطط الورقه دي يعني عامل فخ للي بيجي، لان كلهم كويسين. خد يعني بالك ده كمان، ده الورقه دي احنا عاملينها عشان افكرك يعني، في ناس كمان بتختار بره الورق من بره الورقه. لا بس جزيري واحمد عاطف وجون ايبوكا وشادي حسين ومروان، اعتقد ان دول الافضل في الموسم. كابتن طارق شرفت ونورت كالعاده، دايما بستمتع بتواجدك. ربنا يكرمك يا كابتن كريم. انا اللي سعيد ان انا كنت معاك. وان شاء الله يعني هنتقابل ان شاء الله. ان شاء الله.